بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع والثلاثون. أين قال صوتك؟ أين اسم استفهام خبر مقدم؟ قال صوت مبتدأ مؤخر مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. أين طاقيتك؟ أين اسم استفهام خبر مقدم؟ طاقية مبتدأ مؤخر مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. هات قلنسوتي الجديدة أو هات قلنسوتي الجديدة. هات اسم فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. قلنسوتي مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الجديدة نعت. هات خفي. هات اسم فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. خفي مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. أين أربتي يا أختي؟ أين اسم استفهام خبر مقدم؟ أربتي مبتدأ مؤخر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. يا حرف نداء أختي منادى. البس جرموقك. البس فعل وفاعل جرموق مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. سقط زر قميصي. سقط فعل زر فاعل مضاف قميص مضاف إليه. قميص مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. محمود يزر صدرته. محمود مبتدأ يزر فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو أعد على المبتدا. صدرة مفعول به مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. زر قميصك. زر فعل وفاعل قميص مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. لا تلوث لباسك أبدا. لا تلوث جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. لباس مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. أبدا ظرف زمان ب لا تلوث. نظف لباسك. نظف فعل وفاعل لباس مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. هذه قلنسوة أكبر من تلك. هذه اسم إشارة مبتدأ. القلنسوة نعت لهذه. أكبر خبر. من تلك جار ومجرور متعلق بأكبر. خفك أغلى من خفي. خف مبتدأ مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. أغلى خبر. من خف جار ومجرور متعلق بأغلى. خف مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. طاقيتك أرخص من طاقيتي. طاقية مبتدأ مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. أرخص خبر. من طاقية جار ومجرور متعلق بأرخص. طاقية مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. أين طاقيتك الجديدة؟ في البيت. أين اسم استفهام خبر مقدم؟ طاقية مبتدأ مؤخر مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. الجديدة نعت. في البيت جار ومجرور متعلق في كائن تقدير في محل رفع ومبتدأه محذوف. التقدير. أين طاقيتك الجديدة؟ طاقيتي كائنة أو موجودة في البيت. لما لا تلبسها؟ ألبسها عندما أذهب إلى المدرسة. لما جار ومجرور متعلق بلا تلبس. لا تلبس جملة فعلية وفاعلها ضمير مستتر تقديره أنت والهاء ضمير متصل مفعول به. ألبس فعل وفاعل والهاء ضمير متصل مفعول به عند ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف وهو متعلق بألبس. ما زائدة. أذهب فعل وفاعل والجملة في محل جر مضاف إليه. إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل أذهب. هل أخذت منديلك يا ابني؟ نعم أخذته. ها
هل حرف استفهام أخذت فعل والتاء فاعل من ليلة مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه يا حرف نداء ابن منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه نعم حرف جواب أخذت فعل والتاء فاعل والهاء ضمير متصل مفعول به أين هو في جيبي أين اسم استفهام خبر مقدم هو ضمير منفصل مبتدأ مؤخر في جيب جار ومجرور متعلق في كائن تقدير في محل رفع التقدير أين هو؟ هو كائن أو موجود في جيبي جيب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه البس قميصك الجديد يا عائشة نذهب إلى الكتاب البس فعل أمر وياء المخاطبة فاعل أو البس فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقدير أنت قميص مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه الجديد نعت يا حرف نداء عائشة منادى نزهم جواب الشرط وحرف الشرط وفعل الشرط مغزوف التقدير البسي قميصك الجديدة يا عائشة إن تلبسي نذهب إلى الكتاب سبق إعرابها المفصل نذهب فعل مضارع وفعله ضمير مستتر تقديره نحن إلى الكتاب جار ومجرور متعلق بنذهب سمعا وطاعة يا أختي سمعا مفعول مطلق لفعل محذوف التقدير أسمع سمعا وحرف عطف طاعة مفعول مطلق لفعل محذوف التقدير أطيع طاعة يا حرف نداء أختي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه هذه الفروة رخيصة وتلك غالية هذه اسم إشارة مبتدأ الفروة نعت رخيصة خبر وحرف عطف تلك مبتدأ غالية خبر البس عمامتك أيها المؤذن البس فعل وفاعل عمامة مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه أي منادى والهاء حرف التنبيه المؤذن بدل من أي أو نعت من أي وحرف النداء محذوف التقدير يا أيها المؤذن أين حذائي يا أمي أين اسم استفهام خبر مقدم حذائي مبتدأ مؤخر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه يا حرف نداء أمي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه التقدير أما لي ضع منديلك في جيبك ضع فعل وفاعل منديل مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه في جيب جار ومجرور متعلق بضع جيب مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه العمامة يلبسها أئمة المساجد والمؤذنون العمامة مبتدأ يلبس فعل مضارع خبر والهاء ضمير متصل مفعول به وهو عائد على المبتدأ أئمة فاعل يلبس مضاف المساجد مضاف إليه وحرف عطف المؤذنون معطف على أئمة المساجد وهو فاعل يلبس أيضا عروة قميص صغيرة عروة مبتدأ مضاف قميص مضاف إليه قميص مضاف وياء المتكلم مضاف إليه صغيرة خبر بنيقة قميص واسعة وبنيقة قميصك ضيقة بنيقة مبتدأ مضاف قميص مضاف إليه قميص مضاف وياء المتكلم مضاف إليه واسعة خبر وحرف عطف بنيقة قميصك ضيقة معطوف على بنيقة قميص واسعة والله أعلم بالصواب.